بيبقى دايما اي واحد بيبقى موجود في مجال كرة القدم وبعدين بينهي الكارير، خاصة ان احنا يعني انا واحد من ضمن الناس اللي نهيت الكارير بسبب توقفات الدوري وبسبب ان الكرة اتلغت في مصر، وان ما بقاش في كورة، وان كان احتمالية ان ما بقاش في كورة للموسم اللي بعديه كانت احتمالية كبيرة. فاخدت فترة يمكن سنة تقريبا او سنة ونص بعيد عن الاجواء عشان اخد قرار اذا كنت هكمل في الكوره او مش هكمل فيها. بس اخدت قرار ان انا خلاص يعني مش هكمل، نظرا ان خلاص ان يعني الكوره في مصر للاسف بقى لها فتره يعني في انحدار مش في تقدم يعني للاسف الشديد. فده اللي خلى الواحد ان هو خلاص يعني يبعد عن الكارير كلاعب كوره، يعني يفكر ان هو يبتدي يكمل في كارير تاني في نفس المجال، طبعا في مجال التحليل، في مجال التدريب، في مجال الإدارة، في مجال الإعلام، يعني أي حاجة ريليتد لكرة القدم هبقى موجود فيها. وده اللي خلاني ابتديت أظهر في الحتة دي بداية من قناة النهار السنة اللي قبل اللي فاتت، كنت موجود فيها كبرضو ك في الاستوديو التحليلي لقناة النهار. وبعدين السنة اللي فاتت كنت أو السنة دي يعني كنت موجود في قناة النيل برضه في الاستوديو التحليلي بتاعها. وشوشة، الموقع الفني الأول في مصر. رئيس مجلس الإدارة محمود إسماعيل، الإشراف العام أحمد العوادي. www.washwasha.org